هلال اختي، في اليك سوربريز بتعقد جوا. شو هي؟ اذا بقول لك بتبطل سوربريز. اجت فاي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيفك تانت عايدة؟ اهلا فيك يا حبيبتي، كنا ناطرينك. سوري، ولا انا لو عارفه انكم جايين لعنا زياره كنت تركت الشغل بكير. هلا كنت عم احكي مع بيك قبل ما تجي. في واحد معك بالشغل اسمه رياض، بيشتغل باسم المحاسبه، اكيد بتعرفيه. رياض؟ لا ما بعرفه. بس هو بيعرفي كتير منيح، ومش بس هيك عجبتيه كمان. الشاب كتير آدمي ورايدك، حب ياخد إذن بيك قبل ما يحكي معك. يعني وين بتلاقي هيك شباب بالوقت اللي نحن فيه؟ طيب خليش أعرفونا بالزيارة بالأول، وإن شاء الله خير. الخميس الجاي منيح؟ بينسبكم الوقت؟ على الله. تمام لك. لك خلينا نستأذن نحن. يلا خلينا نمشي. بالإذن. موفقين. حبيبي. تصبح على خير. الله معك. أحلى عروس والله، الله يتمم لك على خير. مع السلامة. الله معكم. تصبحوا على خير. يلا بالأذن. الله معكم. تصبحوا على خير. تركيني أمي، تركيني أنا منيح. تعال تركني خلاص، تركني أنت التاني، شو بك هون إيه؟ برنس راجع سكران؟ ليك مالك، مالي خلقك ها؟ مالي خلقك، الله يخليك. آسف بس شكلك بموت من الضحك. وأنت ساكتة، لو أنا محله كنت فضحتيني. خلصنا مالك؟ شوات؟ شلون الزغرورة بنت الناطور؟ مالك قلت لك مالي خلقك. شو حكينا؟ والله ما حكينا شيء. طب خلص سكوت بقى. يعني انت شو اللي ضايقك؟ انه قلت لك زغروره ولا قلت لك بنت الناطور؟ خلص جواد، جواد خلصنا بقى انت وياه، خلصنا. مالك خلص، خذ اخوك طلعوا على اوضته، تحرك. اترك هيك، بطلع لحالي. انه انا ما عم بفهم كيف حدا بيجي بيطلب ايد وحده وهو مش حاكي معها بحياته. ايه شو فيها؟ انا وامك هيك تجوزنا وماشي الحال على طول، وعشنا كل العمر مرتاحين، باب حياتنا نمنا متخانقين. انا مش رح اتجوز بهالطريقه.